السلام عليكم أصدقائي، معكم الدكتور المهندس من الولايات المتحدة. إذا كنت تعاني من multiple sclerosis أو التصلب المتعدد، التصلب الويحي المتعدد، أو تعرف شخص يعاني منه سواء من أصدقائك أو من العائلة، يجب أن تنتبه لهذه الأمور انتباها شديدا حتى يعني تستقر الحالة ولا تزداد سوءا. أول شيء يجب أن يكون معدل فيتامين د في الدم معدل مناسب، يعني ما بين 60 و 100 نانوغرام per milliliter. إذا كان أقل من هذا يجب أن تأخذ مكملات لزيادة نسبة فيتامين د في الدم. أفضل مصدر من لفيتامين د طبعا هو التعرض لأشعة الشمس على الأقل نصف ساعة يوميا. إذا لم يكن هذا متوفرا فيستحسن أن تأخذ مكملات، تأخذ فيتامين د مع فيتامين كي، لأن فيتامين كي يزيد من امتصاص فيتامين د وتوفره في الدم. بالنسبة للأطعمة، بعض الأطعمة يوجد فيها فيتامين د. أفضل الأطعمة هي المشرومز أو يعني عش الغراب، وأيضا يوجد في السردين، ويوجد في بعض الأسماك، ويوجد في البيض أيضا، لكن بكميات قليلة. الأمر الثاني، يجب أن تبتعد عن اللحوم الحمراء ابتعادا كاملا، لأن اللحوم الحمراء مليئة بيوريك أسيد أو حمض اليوريك الذي يزيد الالتهابات في الجسم، وهذا يؤدي إلى سوء الحالة. الأمر الثالث، يجب أن تبتعد عن الأطعمة المعلبة التي يوجد فيها مواد حافظة، خاصة الحلوى الملونة والأطعمة التي توجد في أكياس وفيها مواد حافظة، لأن هذه المواد وهذه الألوان وهذه السكريات تزيد من الالتهابات في الجسم وتزيد من تلف أو تدمير الخلايا العصبية في الجسم. وأيضا يستحسن أنك يعني تعمل شيء هو fruit and vegetable fast، يعني تأكل فقط نباتات وفاكهة على الأقل مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع، وتبتعد ابتعاد كامل عن الأشياء الأخرى. يعني هذه الأشياء تساعد في استقرار الحالة والتشافي منها إن شاء الله، وهذا مع العلاج المناسب للحالة والمرحلة السنية.